تقارير هيئة الصحة العامة السويدية بينت أنه حوالي 4 مليون شخص بالسويد تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا. التقارير بينت أيضا أنه نسبة التطعيم أقل وسط المولودين خارج السويد بالمناطق التي يطلق عليها مهمشة. مين من الناس متشجع ياخذ اللقاح ومين لا وشو الأسباب؟ خلنا نروح نسأل الناس ونشوف شو كانت إجاباتهم. بدك تاخذي لقاح كورونا؟ هلا اخذته، هلا كنت بشي استماسة واخذت لقاح كورونا الحمد لله اخيرا. كنت شوي مترددة لكن بالاخير قررت واجيت اخذته اليوم. عم فكر ايه ان شاء الله. انا اخذته جاء لقاح كورونا. لا لانه ممكن ياثر على الجسم تاعي، عشان هيك بيقولوا الناس ممكن ياثر على الجسم بتاعي، وانا افضل اني ما اخذوش احسن. شو اللي شجعك انك تاخذي اللقاح؟ شجعني انه يعني صار لي 6 أشهر تقريبا انا بالبيت، ما عم اشوف احفادي، ما عم اشوف اولادي، ما عم اشوف صديقاتي، ما عم امارس نشاطاتي. كلام الناس اللي بيقول انه في كلام الناس، انا بقول لك هذا اللقاح مو حلو على الجسم، خصوصا انه لو انك انت ما فيك كورونا اصلا، لو انا في كورونا ممكن استعمل اوكي، ولكن انا ما فيت الكورونا مش مزبوط يعني استعمل. بصراحة بالأول ما كنت متشجعة، بس أهلي شوي شجعوني. غير هيك إنه حاسة إنه يعني ضروري، لازم الواحد ياخذ لقاح مشان خلاص يطمن، ما يقعد مثلا يخاف إنه أوكي رح يجي المرض أو لا، أو حتى إذا بده يسافر، لأنه صار في كمان شوية مناطق أو بعض البلدان مانعين السفر لحتى تاخذ اللقاح. طيب بتشجع الناس إنه تاخذ اللقاح؟ طبعا لأنه خلاص يعني ما في مهرب، بعدين لازم ياخذوا اللقاح ويثقوا بالحكومة، ما راح تخدع الشعب كله. يعني في ناس متخوفين شوي انه احنا ما بدنا ناخذ لقاح، يمكن في شيء هيك للمستقبل يمكن يعمل معنا شيء، لكن اللقاح هو ضروري لنا وخاصة احنا الكبار والصغار. والله يعني بس ضروري كتير واحد ياخذ اللقاح ويتوكل على الله ولا تخافوا. وما وجعني شيء، شوي وجع صغيرة. ايه هاي اول لقاح، اللقاح الثاني بعد 1.5 شهر تقريبا. ايه بشجع الناس، مو غلط يعني ياخذوا اللقاح، ليش لا كمان. شخفاوي كان ما عنديش فكرة ان هذا اللقاح انه مزبوط او لا، ولكن الفكرة اللي عندي انني انا ما يعني ما فيش كورونا ما استعملوش. انا بشجع الناس انه تاخذ لقاحها.